بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. معكم وفاء جمعة أحمد، مدرس كمبيوتر ساينس في ستيم اسكندرية. النهاردة هتكلم عن جزء بسيط في البداية خالص، خاص بالتيمز أو فرق التيمز، وإزاي الشخص أول مرة بيتعامل مع التيمز هيبتدي يتعرف على الكلاسز بتاعته ويتعامل معاها. يمكن الفيديو ده هيوضح بعض الحاجات للناس اللي عندها فكرة، وممكن هيكون هيفيد للناس اللي هتستخدمه لأول مرة. قبل ما أبدأ هقول بس حاجة مهمة جدا، إن البرنامج ده ممكن إن أنا أفتحه من خلال الأوتلوك بتاعي، ومن خلال الأوتلوك بختار هنا في الأبلانشرز بختار تيمز. دي أسهل طريقة بالنسبة لنا، إن احنا من الأوتلوك بختار الابس واختار تيمز، هيفتح معايا برنامج التيمز زي ما احنا شايفين قدامنا. في طريقة تانية من خلال ان انا بنزله عندي على سطح المكتب، ومن خلال سطح المكتب بيفتح معايا، وده يا ريت يكون افضل ان احنا ننزله عندنا على سطح المكتب. هنا طبعا في مشكلة في الانترنت، فابتدي هقفل تاني وهفتحه عندي من سطح المكتب. انا منزلاها زي ما احنا شايفين من سطح المكتب، هبتدي ادوس عليه هيفتح معايا زي ما احنا شايفين. هنا بالنسبة لي عشان انا مكريتة كلاسز خاص بالمدرسة، لكن الشخص اللي هيستخدم البرنامج لأول مرة هيبقى عنده مشكلة انه هو يفهم برنامج التيم. بالنسبة انا بشرح للناس اللي لسه بتستخدم لأول مرة، المفروض ان حضرتك او حضرتك لما بتخشي على برنامج التيم بيظهر عندك الفصول اللي حضرتك مشتركة فيها او معمول لك انفايت فيها وموجودة عندك. هتكلم دلوقتي بالنسبة للناس اللي عندها فصول، ازاي هتتعامل مع هذه الكلاسز. اما بالنسبة اللي ما عندوش فصول بيحاول يبعت لي او يبعت لميس ولاء ان احنا ندخله في الفصل الخاص بيه المخصص ليه. اهم حاجة دي الشاشة اللي بتظهر اول ما بفتح برنامج التيم زي ما احنا شايفين، ودي الكلاسز الخاصة بالمدرسة. اللي بيهمني في التيمز زي ما احنا شايفين الاكتيفيتي البار ده، او البانل اللي موجودة ناحية الشمال اللي من اولها اكتيفيتي والتشات والتيمز والاساينمنت والكالندر والكولز والفايلز. دي اهم حاجة احنا بنتعامل معاها. اول ما بدوس على تيم بيظهر عندي التيمز اللي قدامي، ولو هي مش ظاهرة بدوس عليها بيظهر معايا التيمز اللي قدامي. بالنسبة لي انا كمدرس اول مرة هبتدي اتعامل مع التيمز، فانا هختار مثلا فصل من الفصول انا بديله، ولو كان مثلا 1 اف فهدوس على الجزء ده، هيبتدي يديني الاوبشن زي ما احنا شايفينها خاصة بيا كاونر، سواء كان ان انا ممكن اخفي التيم او اعمل اد ممبر او ان انا اخرج من التيم او ان انا اعمل شوية اوامر خاصة بالتيم، وهنتكلم عنها في وقت لاحق. انا هبتدي اخش على التيمز بتاعي، هدوس عليه دبل كليك هيفتح معايا التيمز. لو لاحظنا زي ما احنا شايفين ان هنا التيمز زي ما احنا شايفين ده يعتبر الفصل، والفصل هنا فيه حاجتين، في الفصل اللي هو الجنرال، اللي هو الفصل الجنرال ده الفصل الشائع بالنسبة لجميع المواد. المفروض انا كمدرس جديد بالنسبة لي الفصل ده جديد، ان انا مدرس مادة معينة، فانا ابتدي اهم حاجة ان انا انشئ تشانل خاص بيا، والتشانل الخاص بيا دي تعتبر التشانل الفصل بتاعي اللي هحط فيه الادوات بتاعتي الخاصة بشغلي انا كمدرس. لو بصينا هنا هلاقي 1 اف زي ما حضراتكم شايفين، هلاقي هنا الجنرال وده الفصل الجنرال، يعني اف دي الصفحة الجنرال بتاعته لجميع المواد، ممكن كله يشوف الاحداث اللي حصلت فيها او البوستات الخاصة بيها زي ما احنا شايفين كده. احنا شايفين كله هنا باعت في الجنرال، زي مستر نبيل منير هو باعت هنا عامل ميتنج وحطه في الجنرال. طبعا ده لا يفضل، هو يفضل ان حضراتكم بتعملوا تشانل زي هنا مثلا عاملة كمبيوتر ساينس تشانل، في هنا تو هيدن تشانل، التشانل دول ممكن لو فتحنا كده هلاقي واحدة خاصة بالماس واحدة خاصة بالفيزيكس، وحضراتكم زي ما انتوا شايفين في عندي كام شانل، يبقى التلاتة فيهم واحدة ظاهرة وواحدة مختفية، فده اوبشن حضرتك بتختاره اذا كان هو ظاهر او مختفي. طيب دلوقتي هبتدي مع حضراتكم ان احنا نبتدي ننشئ شانل. بننشئ شانل منين؟ منها من الجزء ده، هبتدي اقول اد شانل عشان انشئ الفصل بتاعي بتاع مادتي. ببتدي اسمي الفصل بتاعي ايا كان التشانل، مثلا فانا هكتب مثلا ارابيك،
فهنا هبتدي انشئ شانل خاص باللغة العربية. ممكن هنا اكتب في الديسكريبشن وصف فصل خاص بتدريس اللغة العربية لطلاب مدرسة ستيم اسكندرية سنة الصف الاول بنات. ده اوبشن اوبشنال وخاص بحضراتكم، تكتبوا زي ما انتم عايزين. هنا نفس الشيء، بنحدد مستوى البرايفسي الخاص بالفصل بتاعي، ان انا هنا بالنسبة ممكن اي حد يخش للتيم ده، ولا ان بنخصص التيم ده لاشخاص ايه معينين في الجروب. طبعا احنا مش هنفضل الاختيار التاني، هنفضل الاختيار الاولاني اساس تبقى حضرتك او اي حد ممكن يخش الادارة، اي حد تاني يبتدي يخش للايه للتيم بتاعنا، وهنبتدي نقول اد للايه للشانل. اوكي، هبص الاقي في الشاشة زي ما احنا شايفين، ادي عربك نشأت، اصبح انا نشأت هنا تشانل خاصة بوان اف، يبقى وان اف اصبح فيها تشانل اسمه عربك. ولو بصينا هنلاقي الشاشة زي ما احنا شايفين، فيها البوست الخاص بيا، الفايلز اللي انا عايزاها، الصفحة بتاعتي اللي هبتدي اتعامل بيها مع الطلاب، والمفروض ان هم هيخشوا على التشانل دي ويبتدوا يتعاملوا مع التشانل الخاصة بيهم. طيب دلوقتي انا عايزة انا في العربك، وهبتدي اشتغل على التشانل الخاصة باللغة العربية، وهبتدي بعد كده احذفها لان هي ملهاش لازمة بصراحة بعد ما نخلص. دلوقتي انا عايزة ابعت للطلبة بتوعي، عايزة اديهم ابعت لهم تنويه او ابعت لهم رسالة معينة خاصة بيهم. لو بصينا تحت للجزء ده مهم جدا خاص بينا في التيم، اول حاجة هبص على الجزء اللي هو عليه علامة القلم وحرف الايه، وهبتدي ده خاص، المفروض ان هنا بكتب اي نص انا عايزاه. ممكن اقول اهلا وسهلا بكم في قناة اللغة العربية ميس كذا او مستر كذا. طيب هو ده اللي انا عايزه اكتبه؟ لا، ده انا بقى هعمل فيه حاجات تانية، اوبشن تانية بتخلي الشكل العام افضل بالنسبة لي. اول حاجة هدوس على الجزء ده وهبتدي افتح، هلاقي فتح معايا الشكل اللي احنا شايفينه ده. مهم جدا النافذة دي بالنسبة لنا في شغلنا، لازم نفهمها قوي قوي، لان دي هتعتمد على شغلنا وازاي اوصل اللي انا عايزاه للطلبة بتوعي. اول حاجة انا بكتب هنا اهلا وسهلا باللغة العربية، وطبعا زي ما احنا عارفين ممكن ان انا بولد ايتاليك، الحاجات اللي احنا متعرف عليها اهي بولد ايتاليك اندرلاين، ممكن هنا اعمل خط في النص اللي هي الستريكس رو، او ان انا ممكن هنا اختار فونت كالر، هبتدي اغير في اللون زي ما احنا عارفين. السايز بتاعي هكبر اصغر، عندي 3 مستويات لارج وميديوم وسمول. هنا لو هستخدم باراجراف، وعندي هنا في ستايل خاص بالباراجراف بتاعتي از هيدنج وهيدنج 1 هيدنج 2 اند سو اون. عندي كمان في عملية اللي هي الالاينمنت، المسافات البادئة، ودي خاصة بالتنسيقات، وطبعا اللي عارف وورد طبعا فاهم الحاجات دي، والباليتس اللي عندي والنمبرنج ليست. تمام، ده اهم حاجة زي ما احنا ايه شايفين. هنبص على حاجة مهمة جدا في الجزء ده. اول حاجة هخش عن حاجة اسمها new conversation. حضراتكم لو لاحظنا احنا شغالين دلوقتي على new conversation. ايه new conversation؟ ان احنا دلوقتي دي رسالة للطلبة، ممكن هم يعلقوا عليها ويدوا كومنت ويردوا وانا ارد وفلان يتكلم وانا ارد، يبقى في conversation رايحة بيني وبين الطلبة، في two way، في interact بيني وبين الستودنت. طيب لو فتحت السهم ده هلاقي هنا في حاجتين، new conversation طبعا ده بيديني زي وول كده خاصه بالفيسبوك، ممكن من خلالها حد يعلق البوست ده وانا ارد عليه، وحد التاني يعلق وهكذا. طيب انا دايما بختار اللي هي announcement اللي هي تنويه، وده ليه؟ ده عشان بس ادي اعلان عن حاجه معينه، فاول ما بختاره بيظهر معايا الشكل ده. فممكن هنا هقول مثلا بحط عنوان، والعنوان ده زي بالظبط كده اشعار للطلبه، بنبههم لحاجه، عايزه اديهم كويز معين، عايزه اديهم اساينمنت معين، عايزه انبههم في ميتنج معين. فببتدي هنا اكتب كده ايه، ممكن اقول هام وعاجل مثلا، ابتدي اكتب اللي انا ايه عايزاه. تمام، هبتدي اكتب، هقول اللغه العربيه مثلا. تمام، وهنا في اوبشن بالنسبه لي خاص جدا بيا، ان انا ممكن استخدم في الباك جراوند، اختار من مجموعه من كاتيجوري موجوده عندي، الكاتيجوري دي بتحسن من اللوك الخاص بي
الفصل بتاعي، هبتدي اختار مثلا لون معين، ممكن كمان هنا اختار، ممكن احط صورة، بس انا بفضل ان انا بستخدم الحاجات الموجودة، الكاتيجوري الموجودة عندي بستخدمها. بعد كده في مرحلة تانية لما ابقى متمكن جدا في البرنامج هوريكم في طريقة تانية تحطي بقى صور زي ما انت عايز، وتحط اوبشن حاجات تانية جديدة. تمام، يبقى هنا ابتدينا حطينا صورة خاصة بالتنويه وعاجل اهلا وسهلا بكم في قناة اللغة العربية. طيب هنا ابتدينا نحدد هنا مين ممكن يعمل ريبلاي، هنا اي حد ممكن يعلق، ممكن اقفل هنا ان حضرتك ممكن تعمل مودريت للريبلاي، هنا بتتحكم بقى في ردود الطلبة، ممكن بتقفلها وتفتحها زي ما انت عايز، وده راجع ليك، لان طبعا في ساعات بيبقى في تعليقات سخيفة احنا في غنى عنها يعني، فده يرجع لك. ده اهم بقى جزء يخصنا جدا، لان كتير مننا واجه مشكلة ان هو دلوقتي انا بدي اكتر من كلاس وعندي اكتر من تشانل، فانا عايزة ابعت الحاجة دي في اكتر من واحد، كل فصل بقى هبتدي اخش ان انا اعمل نفس الشغل ده في كل فصل، ده هيبقى ارهاق بالنسبة لي، لا انا هعمله الفصل واحد، ومن الفصل الواحد ده هبتدي انشره لاكتر من فصل. فمهم جدا ان انا في البوست ده ان مالتيبل تشانل ادوس عليه، لما بدوس عليه بيظهر عندي هنا انا هبعت التنويه ده فين، انا مثلا هنا حاطاه للارابيك تشانل، فانا مش عايزه بس يكون في العربي، مثلا هعمل سيلكت تشانل تاني فيطلع لي الفصول زي ما احنا شايفين. انا عندي كل فصل فيه طبعا في القنوات الجنرال، في القنوات الخاصه زي ما احنا شايفين، فانا ممكن ان انا ابعته في اكتر ايه من فصل، فانا ممكن اختار مثلا ال1 دي في الجنرال، ممكن اختار كمان في ال1 اي وافتح ال1 اي مثلا في الكمبيوتر ساينس، في كذا حاجه. طبعا ان انا دلوقتي ان انا مش عايزه ابعت بس عشان اكد، بس هقول كانسل، المفروض ان انا بدوس على ابديت وهيبتدي كل اللي انا عملته في 1 اف هيتكرر بالنسبه للفصول، يظهر عندهم التنويه بالبوست اللي انا رافعاه، بالميتنج اللي انا هعلن عنه، او بالكويز اللي انا هقوله، ايا كان الجزء ده، وادوس مثلا ابديت. تمام، فانا هعمل كانسل عشان انا مش عايزه ابعت لاكتر من فصل. اوكي طيب، انا دلوقتي زي ما انا شغاله في العربي دي عشان بعد كده لما اجي اشيلها ما تاثرش على الشغل بتاعي. دلوقتي انا خلصت هنا، ممكن اعمل ايه تاني؟ انا ممكن عايزه احط هنا في البوست بتاعي ممكن احط لينك، وزي ما انتم شايفين هنا انا ممكن هنا من خلال الجزء ده يقول لي حطي اللينك، وهنا مهم قوي النافذه اللي احنا شايفينها دي، النافذه دي فيها حاجتين، فيها انا هحط اللينك اللي انا عايزاه، ايا كان بقى فورم، ايا كان فيديو انا حطاه، ايا كان ريسورس انا حطاه، بي دي اف، ايا كان اللي انتوا عايزين تحطوه ده بترجع لكم في الجزء اللي هنا الخاص بيه. ده بقى التكست اللي موجود، انا مش هيبقى في صورة لينك، انا ممكن اكتب كده ايه لينك هكتب كده لينك الدرس الاول او الموضوع الاول. اوكي، واروح حاطه مثلا الايه اللينك بتاعي اللي انا عايزه احطه، مثلا فيديو او ايا كان، مثلا ايا كان انا مثلا ممكن احط جوجل لو انا عايزه مثلا، او ممكن احط بنك المعرفه، ممكن احط ويكيبيديا معينه، ممكن احط ريسورس معين ايا كان. فانا مثلا هفترض انه مثلا جوجل، حتى لو كتبت جوجل، او ان انا ممكن افتح عندي سطح المكتب وابتدي اخد مثلا لينك معين انا اكون مجهزاه في ملف وورد، وابتدي اخد اللينك بتاعي من ملف الوورد بتاعي زي ما احنا هنفتح دلوقتي وناخد منه مثلا لينك، هنا مفيش لينكات، هاخد من ملف تاني في الكمبيوتر ساينس، هبتدي اخد هنا اللينكات اللي انا عايزاها، فهبتدي مثلا ادي لينك خاص كان هنا بفورم انا كنت عاملاه في جريد 1، هاخد كوبي وبيست وابتدي افتح تيم تاني واحط اللينك بتاعي، ادوس على اللينك تاني عشان تجيلي، وابتدي احط الادرس بتاعي واعمل كوبي وبيست لللينك، وهنا مثلا هقول هنا مثلا كويز. اوكي، بس انا مش عايزه كلمه مختصره، مثلا كويز اوف ارابيك مثلا عشان تبقى كبيره وتبان، لان لو صغيره مش هتبان معانا مثلا، وهقول له انسرت. ايه اللي هيظهر؟ زي ما احنا شايفين مثلا هيظهر مثلا هنا الفورم اللي انا كنت عاملاه، طبعا زي احنا هنا فور اكزامبل يعني، مش ده اساسي طبعا، هنا عربي وده كمبيوتر ملوش علاقه. فانا مثلا هنا لو وقفت على التكست ده زي ما احنا شايفين هيبتدي يفتح معايا اللينك بتاعي وينقلني ليه. بعد ما بخلص الجزء ده
لازم طبعا بدوس على الجزء الخاص بسند. تمام، طيب انا ممكن دلوقتي هعمل سند، اوكي، هلاقي الجزء ده بتاع العربي ظهر عندهم. طب نرجع نشوف بقى الصفحة بقت شكلها ايه. اهي وفاء جمعة يوم في الوقت الفلاني عملت هام وعاجل في قناة اللغة العربية، حطت لينك معين. ممكن هنا انا عايزة ماشي، ممكن خلي بالكم هنا ممكن في امكانية ان انا ممكن اعدل في البوست ده. طيب احنا ازاي هنعدل في البوست ده؟ لو لاحظنا لو دوست على الثلاث اسهم دول فهعمل ايديت، يا اما ممكن اعمل ديليت زي بوست، اي بوست بنشيله ديليت، او ممكن ان انا ايه اعمل ايديت، او ممكن اخد البوست ده ليه لينك انا عايزاه زي ما احنا عايزين. بجانب طبعا بتحكم في النوتيفيكيشن، ممكن اقفل النوتيفيكيشن اللي هتجيلي من اللينك ده كل شويه، او ان انا افتح. فانا هعمل ايديت تاني، تمام، هيفتح معايا الجزء ده زي ما احنا شايفين كده. ارجع تاني، اوكي، هلاقي بقى في حاجه مهمه انا ما قلتهاش، علامه الاكسلاميشن مارك. شايفين دي العلامه دي مهمه جدا، انا ممكن ايه لو دوست عليها بتدي للبوست بتاعي اهميه. لما اجي اعمل سند بيبقى ايه بيديني زي بريوريتي او اهميه في البوست ده، ان الطلبه لازم يشوفوه او ان هم يتابعوا البوست ده، وبتدي تفاعل اكتر بالنسبه للبوست ده. اوكي، طيب لو بصينا في جزء تاني هنا اللي ما قلناهوش، الايكونز دي خاصه بالتيبلز، ان انا ممكن احط تيبلز عندي هنا في البوست، يعني ممكن حد لو احتاجها، واعتقد ان احنا مش هنحتاج الجزئيه دي. طب لما اجي اعمل تاني سند هيظهر عندي، نشوف وان اف تاني. تمام كده، تمام. طب ارجع تاني لون اف تاني في صفحة الارابيك واشوف ايه اللي هيحصل. واضح ان الجهاز هنج معايا، اي كده اشتغل. تمام كده، هنبص بقى هنا اهو بالظبط كده ظهر معايا الجزء بتاعنا. تمام، ادي اهو ممكن حد يكتب هنا ريبلاي ويعلق مثلا زي ما هو عايز. انا ممكن اعلق واقول مثلا اي تعليق، اخباركم ايه يا بنات مثلا، اخليها مثلا باللغة العربية طالما احنا شغالين عربي. وممكن كمان احط بقى زي ما احنا امشوي او ستيكرز زي ما احنا عايزين وزي ما انتوا بتحبوا، وتبتدوا بقى تحطوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها مثلا في التعليقات. ماشي يا جماعة، ده بالنسبة لي كان اول فيديو خاص بازاي نعمل بوست، وخاص او ازاي نعمل تشانل وازاي احمل فيها بوست في التشانل بتاعتي. تمام يا جماعة، وده كان اول حاجة او اول درس بالنسبة للتيم، وان شاء الله المرة الجاية هيكون في حاجة تانية خاصة بالميتنج وبالاساينمنت وباقي الحاجات. يا ريت يا رب يكون الفيديو عجبكم.